طيب يا عمر بيك، وقولي له التغى كتب الكتاب. يلا سيلين لا تحكي حكي بلا طعمه، مو وقته هلا. طيب اذا ما رح تتصلي انا بتصل. ان الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطيه، اعد الطلب بعد قليل. خارج التغطيه، هي هي الاشاره. لك بلكي بالعمليات، رح اتصل بالمشفى. الو مرحبا، بدي احكي مع الدكتور عمر حكيم اغلو. كيف قدم استقالته؟ شو؟ الو استقالة؟ ليش قدمها يعني؟ مسافر على امريكا؟ فهمت. دقيقة لا تسكري، بس بدي احكي مع عمر بيك لانه لازم اخذ رأيه بموضوع مهم ومستعجل. كيف بدي لاقيه بالله؟ ما بتعرف. فهمت، يعني لوين مسافر؟ ايه فهمت، على امريكا. بس على اي ولاية؟ طيب بس بدي اطلب طلب منك، فيكي تسأليني يعني الا ما يكون شي حدا بيعرف لوين مسافر بالضبط. اختي ما تزوجت بابا. كيف؟ ايه عن جد ما تزوجت؟ ايه صح، انت لو تعرف شو اللي صار. اخيرا رجع على دراسة. يعني مو هذا بس اللي صار بالضبط. برأيي رجع. لك شوفي واحدة منكم تحكي لي، جوري وينها؟ مرحبا، بعتذر منكم. اسفه كثير. ايه اسفه كثير، عفوا. مرحبا. في شخص رح يسافر هلا على طياره نيويورك ولازم شوفه. بعتذر ما فيني اخدمك. كيف يعني ما فيك تخدمني استاذ؟ بس انا لازم شوفه ضروري واحكي معه، يعني اتصلت فيه بس تليفونه مسكر، بركي اذا ناديت له بالميكروفون بيرجع. انا بعتذر يا مدى. يا خانم يلا تفضل. ما فهمت علي. ليك لو سمحت اسمعني، هو كان مفكرني رح اتزوج ماشي يعني من حدا غيره، بس انا بحب عمر بيك كثير. شو مفكر اذا سافر؟ اذا سافر هلا رح اخسره. خلص يا خانم انت هيك عم تاخرينا، بعدي لو سمحتي. شو حضرتك ما حبيتي بحياتك؟ هذا الشخص هو حب حياتي الوحيد، فهمتي؟ ولسه ما اعترفت له لهلا، وهلا رح يسافر من دون ما يعرف انه انا بحبه كثير. اذا بتريدي يا خانم. يا خانم تفضلي. لو سمحت تفضلي تفضلي. لو سمحت لو سمحت انا كثير مضطره اشوفه، ساعدوني بترجاكم. يلا تفضلي معي. لو سمحتي تعي معي امشي. كرمال الله بترجاكي ساعديني. طيب رح تعدك. يرجى من جميع المسافرين على متن الخطوط التركية المتجهة إلى نيويورك التوجه إلى البوابة رقم 20. لو سمحتي شان الله ساعديني. ليكي هي أول مرة بطلب منك خدمة. أختي أنت بتعرفي سياسة نظام الصوت عنا بالمطار، بدك أخسر شغلي يعني؟ هو الصبح
ليه بده يحكي معي لآخر مرة وأنا كنت لابسة هذا الفستان وشاف الوجع اللي بعيوني؟ إيه مسكينة كتير. وقت تمنيت الموت ما قلت له، ما قدرت قل له أني بحبه وبموت فيه. ليش يعني؟ لأنه في وحدة اسمها توليب خانم، وحدة غنية كتير وقوية كتير. توليب خانم بتحبه لعمر بيك، هذا غير أنه في بإيدها دليل رح تقتل أبي فيه إذا بتكشفه. حتى حاولت تزوجني من حدا تاني بالقوة، بتصدقه؟ فظيعة. قلتي لي شو هي الكنية؟ سباهي حكيم أغلو، كنية عمر بيك حكيم أغلو. السيد عمر حكيم أغلو يرجى التوجه فورا. عمر بيك أنا ما تزوجت، عمر بيك أنا ما تزوجت. عمر لك اتركيني. شو يعني شوي؟ يعني بدك يعني اخسر شغلي؟ شبك لأنه إذا سمع صوتي رح يرجع. أكيد حق علي إني ساعدتك. يلا روحي من هون. تعي حبيبتي، يلا تعي تعي. جوري خلص، عمر طلع على الطيارة وسافر. حتى لو هو سافر على أمريكا ما بيلاقي مثله، أنا متأكدة من هالشي. هي أنت جوري؟ ما بعرف كيف رحت على المطار، عن جد أنا كيف عملت هيك؟ لما عرفت إنك رح تسافر ما ترددت ولا ثانية إني روح. لو ترددتي ما بتكوني أنتي. أنا بحبك هيك جوري، بحب كتير عفويتك وجنانك. وحضرتك مالك قليل على فكرة، بصراحة الصبح لما شفتك قدامي تفاجأت وتلبكت. شو أعمل؟ بدك اتفرج عليكي وانت عم بتضيع مني معقول؟ آجوري؟ بصراحة يعني كنت ناطر انك تقولي لا على طاولة كتب الكتاب وتقومي، بس على الأغلب أنا مديون لهديك البنت اللي بتحشر مناخيرة بكل شغلة. مستحيل مجد يعمل هيك شغلة، ولا شو رأيك؟ بصراحة مجد ممكن يغلط بسبب غيرته، بس هيك غلط ما بظن يساوي. لكن ليش ميرا اشتكت عليه؟ بركي لأنه بتغار منك. هلأ معقول بتغار مني؟
ما بعرف يعني ميرا بنت غريبة بس هي جوري هالحكي والقصص هي كلها ما بتهمني بنو. هلأ اللي بيهمني بس انك معي. هاي اول مرة ما بتسمعي كلام حدا وبتسمعي الصوت اللي طالع من قلبك. حاولت كتير سكت هالصوت وما اسمع عشان ما حدا يزعل مني. عن جد اللي عملتي جنان رسمي، يعني كيف بتوافقي على مجد؟ ما استوعبت هذا الشيء. صار فينا نمشي؟ ما بابا واخواتي بيكونوا جانين من خوفهم.